يوماً ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب جالساً يشاهد التلفاز ويستمتع بأكل الحليب والشوفان، إذ سمع طرقاً على الباب. ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ قام الأستاذ ثعلوب ليفتح، وفي طريقه ظل يدعو ألا يكون أحد الحيوانات قد أصابه مكروه. وعند الباب رأى إحداهن واقفة في قلق شديد. كانت تلك هي السيدة رشيقة. صباح الخير سيدة رشيقة، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير أستاذ ثعلوب، هل لك أن تساعدني في أمر عاجل؟ بالتأكيد، تبدين قلقة جداً، ما الأمر؟ ابني الصغير دبدوب المحبوب علق عالياً في الشجرة. وكيف حدث هذا؟ لقد التصق في خلية نحل، كل ما أراده كان العسل، وهو الآن عالق هناك، أخشى أن يقع على الأرض أو يصيبه أي مكروه. ليس في وجودي سيدة رشيقة، لحظة. ها قد جئت. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته على الفور وأحضر حقيبة الأدوات التي يحتاجها من الداخل، وضعها في سيارته الجيب الأنيقة، وساعد السيدة رشيقة في الركوب. وأخيراً وبعد طول مسير وصل إلى وادي الأشجار، حيث كانت الشجرة الطويلة ذات خلية النحل التي التصق بها دبدوب الصغير. أسرعوا! اصبر قليلاً دبدوب الصغير، فنحن سنساعدك في النزول. لا تخف يا صغيري، أستاذ ثعلوب سيساعدك في النزول بعد لحظات. كل ما علينا فعله الآن هو بناء سلم. جلب الأستاذ ثعلوب بعض المسامير المعدنية وبعض قطع الخشب من حقيبة أدواته. سيدة رشيقة، هل ساعدتني في حساب عدد المسامير لدي؟ بالطبع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ولكنهم كانوا 10. ها هو. أنا قادم لمساعدتك يا دبدوب. 1 2 3 4 خمسة. أنا قادم. 6 7 8 9 10. أنت هنا أخيرا. هيا تشبث بي جيدا، سننزل معا. المنظر مخيف. لا تخف، اقترب، تعال. وهكذا استطاع الأستاذ ثعلوب أن ينقذ دبدوب المحبوب. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب، لقد ساعدتنا كثيرا. لا عليك أبدا سيدة رشيقة، كن حذراً في المرة القادمة. شكراً أستاذ ثعلوب. في هذه اللحظة ودع الأستاذ ثعلوب كلاً من السيدة رشيقة وابنها دبدوب المحبوب، ثم أدار سيارته واتجه عائداً إلى المنزل مبتسماً يقول في نفسه: نعم الأصدقاء، الصديق وقت الضيق. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ما
بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. ها؟ كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقد أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريت قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب، لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني، وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.
في الواقع أنت تعلم أنني لا أحب تضييع الوقت، فأردت الوصول إليك في أسرع وقت، ولكنني تفاجأت بهذا الضباب، فكان يجب علي أن أكمل، فالوقت أرجوك سيد جواد، ما فعلته كان تهوراً وليس حفاظاً على الوقت. الآن سنحتاج وقتاً لكي نصلح سيارتك، وأظن أنه سيكون وقتاً طويلاً. هل يمكننا الذهاب بسيارتك إذن؟ فالوقت يداهمنا. حسناً، يمكننا ذلك، هيا بنا. انطلق إلى سيارة الأستاذ ثعلوب، وبعدها اتجه ناحية المنجم المقصود. أثناء الطريق كان السيد جواد ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويطلب من الأستاذ ثعلوب أن يسرع، ولكن الأستاذ ثعلوب لم يبالي، فهو يعلم أنه إذا أسرع أكثر من هذا فإن ذلك سيعد تهوراً. لقد تأخرنا كثيراً، هل... اهدأ قليلاً سيد جواد، لا داعي للعجلة، هل يمكنك إرشادي للأماكن التي نقبت فيها؟ بالطبع، اتبعني. سار الأستاذ ثعلوب وراء السيد جواد منبهراً بكبر حجم المنجم. هنا أستاذ ثعلوب! أسرع الأستاذ ثعلوب إلى حيث أشار السيد جواد، فوجد آثار حفر مختلفة، فأخرج جهازه وقال: لنبدأ العمل! ما الذي يحدث؟ أخبرني! هذا الجهاز يستطيع أن يشعر بوجود المعادن في منطقة ما حتى إذا كانت مدفونة عميقاً في الرمال، وهذا يعني وجود معادن بتلك الحفر. أعطني هذا. حفر الأستاذ ثعلوب حفرة صغيرة بجانبهم في المكان الذي أصدر الجهاز أعلى صوت عنده. لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أخرج الأستاذ ثعلوب حفنة تراب من هذه الحفرة. تراب من جديد أستاذ ثعلوب. انظر جيداً. ها؟ كما توقعت، المنجم مليء بالذهب ولكنه مختلط بالتراب، لذا علينا الحفر أكثر والحصول على كمية كبيرة من التراب لاستخراج أكبر كم من الذهب. أها! لذلك ظننت أنه لا يوجد ذهب. لا، ليس هذا هو السبب. السبب أنك متعجل دائماً، تريد إنهاء كل شيء في أقل وقت ممكن، وهذا شيء خاطئ إذا فعلته في كل شؤون حياتك، لأن هناك أشياء تتطلب التأني وتحتاج إلى بعض الوقت. ربما حفرت كثيراً ولكنك لم تعثر على شيء لأنك لم تعطي الأمر وقته الكافي، وبذلك كدت تعتقد أنك فشلت في عملك. اعلم يا صديقي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وخير دليل على ذلك سيارتك أمام منزلي. لم أفكر من هذا المنطلق من قبل، لقد كنت أعتقد دائماً أن السرعة هي الحل، ربما لأن تجارتي ومعاملاتي سريعة جداً أصبحت السرعة والعجلة من طبيعتي. لكنك على حق أستاذ ثعلوب، وأنا لا أعرف كيف أشكرك، لقد ساعدتني كثيراً، وأعلم أنني سأعمل بحكمتك هذه. الوقت كالسيف؟ عفواً، أقصد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. سأقوم اليوم باستئجار بعض العمال لاستخراج هذا الذهب. أحسنت سيد جواد، أنت شخص مجتهد وبارع في عملك، كل ما تحتاج إليه هو التوسط والاعتدال، فبعض الأشياء يحتاج للسرعة وبعضها الآخر يلزمه التأني، كقيادة سيارتك مثلاً. بالمناسبة، إلى أين تريدني أن أقلك الآن؟ إلى ورشة السيد هادي، سنحضره لإصلاح سيارتي أمام منزلك، وأشكرك مجدداً أستاذ ثعلوب. وبالفعل انطلقا معاً بالسيارة باتجاه السيد هادي. كان الأستاذ ثعلوب يقود السيارة متأنياً، إلا أنه يخشى أن يعود الضباب مرة أخرى في أي لحظة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في عالم مليء بقصص المرح والمغامرة حدثت هذه القصة. كان الأستاذ ثعلوب جالساً في الفناء الخلفي يرسم لوحة جميلة لطائر يطير خارجاً من عشه فوق نهر أزرق عريض. الجمال في كل مكان، كل ما علينا أن نمعن النظر. ثم قاطعه نداء يطلب المساعدة. النجدة! أستاذ ثعلوب! ساعدني! أرجوك أستاذ ثعلوب! لا
لقد كانت السيدة حلوب البقرة النشيطة. أنا في مشكلة كبيرة، وأنت الوحيد الذي يستطيع أن يجد صغيري. تفضلي سيدة حلوب، اهدئي قليلاً ولا تنسي أن لكل مشكلة حلاً. دعا الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب للدخول للبيت، وقدم لها عصير الليمون بالنعناع كي تهدأ قليلاً. الآن أخبريني، ماذا حدث بالضبط؟ في صباح الأمس ذهبت للتسوق، وهناك قابلت الجمل جميل. ظللنا نتحدث ونتسوق معاً، ولم أنتبه لمرور الوقت. وعندما عدت للمنزل وجدت الباب مفتوحاً. دخلت لأتفقد ليلي وبكور، فلم أجدهم في أي مكان. ناديت عليهم مراراً لكن لم يجب أحد. هل كان البيت مفتوحاً عندما غادرت في الصباح؟ يا إلهي، لم أتأكد من إغلاقه. يا لإهمالي، هذا خطير. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسى تجاهها، لذا قال لها: لا تقلقي سيدة حلوب، لدي فكرة جيدة. بحث الأستاذ ثعلوب عن اللاسلكي واتصل بالسيد سلطان رقيب الغابة. يا رقيب، أحتاج المساعدة. في خدمتك أستاذ ثعلوب. الآن لدي مهمة لك، أريدك أن تجد أبناء السيدة حلوب الصغار ليلي وبكور. ليلي ترتدي فستاناً وردياً، وبكور يرتدي قميصاً أبيض وسروالاً أزرق قصير. في الحال. اطمئني سيدة حلوب، السيد سلطان يعرف كل أماكن الغابة جيداً ويستطيع أن يمسحها بالكامل بنفسه. بكور وليلي سيبيتان في حضنك الليلة. هل هو ماهر؟ إنه مذهل، إنه يطير بسرعة كالضوء، وبصره الأكثر حدة بين سكان الغابة. كل ما علينا الآن أن ننتظر وندع المحترفين يعملون. ترك سلطان عشه المتواضع وحلق عالياً بنشاط، طار نحو الغرب ثم عطف نحو الشرق حتى وجد مكاناً مهجوراً. أخذ يحلق حول المكان ويبحث بكل ما أوتي من قوة، وعندما كاد ينتهي من البحث وجد أخيراً ما كان يبحث عنه. لقد عثر على ليلي وبكور. وجدت أطفال السيدة حلوب في حفرة، سأعود الآن وأحضرهما معي. لقد كنت متأكداً أنك ستفعلها. انتفضت السيدة حلوب من الفرحة، وبعد دقائق سمعوا طرقاً على الباب. كان ذلك هو الصقر سلطان برفقة ليلي وبكور. أقبل الصغيران نحو أمهما ووعداها بعدم الابتعاد عنها مرة أخرى. قلقت عليكما كثيراً ولم أستطع تحمل غيابكما. كنا نلعب الغميضة عند البحيرة ثم انزلقنا في الحفرة فجأة، لكن السيد سلطان جاء وأخرجنا. نحن آسفان، لن نفعلها ثانية. حسناً يا صغيري، لا أعرف ماذا أقول، لا يوجد كلام يعبر عن شكري. لا تقولي هذا سيدة حلوب، سأكون دوماً بجانبكم. لا بد أن الصغيرين قد جاعا. ما رأيكم أن نشرب معاً حساء البروكلي؟ لقد صنعته بنفسي، وبعده نتناول حلوى البودينغ. رائع، هيا بنا الآن. أعطى الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب هدية. هذا من أجل أمان الأطفال، حتى لا تغفلي عن الوقت مرة أخرى. أنا حقاً لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. لطالما شعر التنين جامح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله.
ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال. يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا. وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أخيراً رشحني أحدهم، لن أخذله أبداً، أعد بذلك. أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر، التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم، أخيراً يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا إذ ضغط على زر غير من خواصها فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. مبكراً هكذا. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل، تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب. أذهب الآن، أراك في الحفل.
سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق جميل انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقا على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكرا سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. تفضل جربها. حسناً.
أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، جلس بطلنا أستاذ ثعلوب في شرفة منزله يقرأ جريدة الغابة ويرتشف مشروب الشاي ذا النكهة الخاصة. كان يقرأ عن الابتكارات والأفكار الجديدة التي وصل إليها بقية الحيوانات في المجالات المختلفة، مما جعله سعيداً مبتهجاً. يا لهم من شخصيات عظيمة، يجدون في أعمالهم فيرتقون بأنفسهم، حقاً من جد وجد. قام أستاذ ثعلوب من مكانه وهو ممسك بكوبه يرتشف منه ويستنشق هذا النسيم العليل ذا الرائحة الزكية، متأملاً جمال المنظر حوله. وفجأة رأى الأسد الصغير شبول يلوح من بعيد. ها؟ أليس هذا شبول ابن الأسد سبع؟ شبول! كان شبول يقترب وبيده حقيبة. كيف حالك يا شبول؟ وكيف حال والديك؟ أستاذ ثعلوب، أنا بخير، ولكن... ماذا بك يا شبول؟ أقلقتني، هل كل شيء على ما يرام؟ لا تقلق سيدي، كل شيء على ما يرام، فقط هناك أمر أريد استشارتك فيه. بالتأكيد، تفضل بالدخول أولاً ولنتحدث بالداخل. دخل شبول المنزل بعد أن فتح أستاذ ثعلوب له، ثم أجلسه على أريكته المريحة وقام بتحضير عصيره المشهور الليمون الطازج بالنعناع. اشرب يا بني، ثم أخبرني ماذا حدث معك بالضبط. شكراً لك أستاذ ثعلوب. الأمر ليس خطيراً، ولكنني حزين بعض الشيء. أنت تعلم الكلب رماح، قام بدعوتي أنا وبعض من الأصدقاء في الغابة لرحلة صيد سمك منذ فترة. في البداية كنت متحمساً للغاية لأنني سأجرب شيئاً جديداً لم أفعله من قبل. أتذكر تلك الرحلة، لكنني للأسف لم أستطع المجيء لانشغالي ببعض الأشياء يومها. بالفعل أردنا جميعاً أن تكون معنا ذلك اليوم أستاذ ثعلوب. في المرة القادمة سأحاول القدوم. المهم أكمل يا عزيزي، حتى الآن لم أرى أي مشكلة. حسناً سأكمل. في ذلك اليوم لم أستطع صيد شيء في البداية، فذهبت لسؤال رماح الذي كان بارعاً جداً في الصيد، وبالفعل أخبرني بطريقته التي يستخدم فيها الشبكة وكيف علي إغراقها حتى عمق معين وأنا ممسك بأطرافها، وبالفعل نجحت في صيد بعض الأسماك. آسف للإطالة أستاذ ثعلوب، لكنني أردت أن تعرف كل التفاصيل. لا تقل هذا، أكمل أرجوك. حسناً، استطعت الحصول على الكثير من الأسماك ذلك اليوم وكنت سعيداً جداً، ولا أخفيك سراً لقد أحببت هذا الأمر جداً، ولكن ما حدث هو أنني قمت بالأمس بالذهاب وحدي للصيد، أردت إثبات كم أصبحت محترفاً، لذا كلمت صديقي رماح وأخبرته أنني أريد استعارة شبكته لتجربة الصيد في البحيرة الملاصقة لمنزلي، فذهبت لمنزله وأعطاني بالفعل واحدة من أجود الشبكات، ولكن... المعذرة أستاذ ثعلوب، ولكن هذا عصير جميل جداً. شكرت رماح وأخذت شبكته، ثم ذهبت إلى البحيرة وبدأت الصيد. مكثت مدة في انتظار أن تلتقط شبكتي سمكاً، لكن مع الأسف أستاذ ثعلوب لم أحصل على أي سمكة، لا صغيرة ولا كبيرة، كما أنني كدت أن أفقد شبكتي عندما اعتقدت أنني اصطدت سمكة كبيرة جداً. أخذت أحاول جذبها بشدة، وبعد أن بذلت مجهوداً كبيراً في جذبها خارج المياه... ما الذي حدث؟ أخبرني. فعلاً ليمون رائع. كانت مجرد صخرة أستاذ ثعلوب، حينها اعتقدت أنني فقدت قدرتي على الصيد، فأنا أرى الأسماك كل يوم تسبح في تلك البركة، وأنا متأكد أنها مليئة بهم. هل أنا سيء في الصيد هكذا؟ هل يمكن أن أفقد مهارتي في وقت قصير كهذا؟ أم أن السبب أن هذه البحيرة مشؤومة؟ لا أعرف أستاذ ثعلوب،
اطمئن، فالأمر بسيط. أولاً، هل قام أحد الناس بالصيد هناك من قبل؟ نعم، رأيت بعضهم بالفعل، ولكن الغريب أن معظم السمك الذي يصطادونه إن لم يكن كله صغير الحجم. هل معك الشبكة التي حاولت الاصطياد بها؟ نعم، إنها معي هنا بالحقيبة. هل أريتني إياها؟ بالطبع. دعني أتفقد شيئاً. أخذ أستاذ ثعلوب يفحص الشبكة جيداً ويفكر ما الذي يمكن أن يسبب تلك المشكلة. البحيرة بها سمك، هناك بعض الحيوانات تصطاد هناك، الشبكة اصطيد بها من قبل. السمك معظم الوقت صغير. أها، وجدتها. شبول، اتبعني إلى ورشتي الخاصة، لقد عرفت الحل. حقا أستاذ ثعلوب؟ نعم، تعال معي. دخل أستاذ ثعلوب وتبعه شبول، ثم أخرج شبول الشبكة من حقيبته ووضعها على الطاولة، وبدأ أستاذ ثعلوب في الشرح. المشكلة يا شبول في الشبكة نفسها. نعم، فتحات الشبكة كبيرة جدا مقارنة بحجم الأسماك التي تحاول صيدها بتلك الشبكة. استطعت الصيد بسهولة في الرحلة لأن معظم الأسماك كان حجمها أكبر من تلك الفتحات، لكن في حالة البحيرة لم تستطع لصغر حجم الأسماك هناك. لكن لا تقلق، الأمر سهل للغاية. أنت رائع أستاذ ثعلوب. اتجه أستاذ ثعلوب إلى طاولته، ثم أخرج خيطاً مناسباً مشابهاً لخيوط الشبكة، وظل يخيط بين الفراغات في الشبكة ليقلل من مساحة تلك الفراغات إلى أن انتهى. حسناً، تفضل. ماذا؟ شكراً 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 لك أستاذ ثعلوب، لا أعرف كيف أرد لك هذا المعروف. لا شكر على واجب. أتعلم؟ سأتي لك بأول صيد لي ونأكله معاً. حسناً شبول، وسأكون بانتظارك لأني أعلم أنك صياد ماهر. ودع الأستاذ ثعلوب شبول الذي ترك الأستاذ ثعلوب جالساً كما كان في البداية، بداخله مشاعر فرحة وسرور لأنه يقدر مشاعر الآخرين جيداً ويدرك كيف أنه بحل مشكلة قد تبدو صغيرة أعاد للصغير ثقته بنفسه التي كاد يفقدها. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. إحدى ليالي الصيف الحارة جداً، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت. يا لها من ليلة حارة، لا أحتاج إلا حمام ماء منعش. وبعدما أخذ أستاذ ثعلوب حمامه المنعش خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز، وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب المميزة مسترخياً وسعيداً. حواريك، أنا اللي هكسب والجائزة هتكون من. وبينما هو كذلك إذ سمع طرقاً على الباب. ها؟ ها؟ كان ذلك وفيق البطريق. أهلاً صغيري وفيق، لم أرك في الغابة منذ مدة، كيف حالك؟ أهلاً أستاذ ثعلوب، كنت أحاول مؤخراً تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك. جميل جداً، أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريباً. لا أعتقد ذلك. ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل. وبعدما دخل الاثنان
بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق. استرح هنا ريثما، أعد لك كوبا من البوضة المثلجة اللذيذة. حقا؟ إليك بوضة ثعلوب المميزة. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد. أخبرني، هل أعجبتك خلطة ثعلوب المميزة للبوضة؟ أجل، تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي. أنت ماهر حقا. سوف أعلمك إياها قريبا، ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب. الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيرا، مما يؤثر علي بالسلب، فلا أستطيع أن أباشر أعمالي، وأكون دائما في حالة يرثى لها. يبدو ذلك واضحا عليك. أستاذ ثعلوب، لقد لجأت إليك لتجد لي حلا، فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب. فكر أستاذ ثعلوب ملياً ثم قال لوفيق البطريق: هلا أمهلتني بعض الوقت يا وفيق؟ سأتصل بك وقتما أجد الحل. أستاذ ثعلوب، أنا واثق بك وسوف أنتظر مكالمتك بشغف كبير. بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقاً الصغير، أخذ يفكر في حل لمشكلته. كان وفيق يحاول الاتصال مراراً وتكراراً ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا. وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلاً حتى ينتهي من إعداد الحل له. دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته. ها قد انتهيت. في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته. نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح، وبعد شروق الشمس نهض من سريره وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً. وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق. مرحباً عزيزي وفيق. مرحباً أستاذ ثعلوب، انتظرت اتصالك بتلهف شديد. تفضل. انظر، هذه السترة بها حل لمشكلتك. عظيم، ولكن كيف ذلك؟ أخبرني. عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور. وما إن لبس وفيق السترة حتى بدأت في العمل. وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال: أستاذ ثعلوب، حقيقة أنا عاجز عن شكرك، أنا سعيد جدا ولن أنسى معروفك هذا أبدا. واجبي يا بني. لا أصدق نفسي حقا أستاذ ثعلوب، إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي، يا له من إحساس مريح ورائع. أسعدتني يا صغيري. هل طلبت منك شيئا آخر أستاذ ثعلوب؟ نعم تفضل. لقد اشتقت لتذوق بوضة ثعلوب المميزة. في الحال، قام أستاذ ثعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته، ثم أخرج منها كوبا كبيرا من البوضة التي تنعش صديقه الصغير وفيق.
شكرا لك أيها الصديق الرائع. تفضل. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. انكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة. وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلاً: شكراً لك أيها الصديق الرائع. وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحاً مطمئناً بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو ألا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريباً. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلاً لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب، أعتذر مجددا لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً، وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر. لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك، أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي.
وبعدما عاد لمنزله اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب. لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا. انظر هنا، هذه مخططات، من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكراً لك أستاذ ثعلوب، ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساق في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم وانطلق عائداً تبدو عليه علامات الراحة والهدوء، لأنه قدم معروفاً وساعد صديقاً. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان يوماً جميلاً مشرقاً، فالشمس ساطعة والطقس منعش، لذا رأى الأستاذ ثعلوب أن يخرج ليمارس بعض الرياضة. خنزوان، كيف حالك؟ لم أرك منذ مدة، افتقدتك كثيراً. شكراً أستاذ ثعلوب، اشتقت لرؤيتك أيضاً، أرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو حزيناً هكذا؟ أرجو أن يكون على ما يرام. لما أنت شاحب هكذا؟ هل كل شيء بخير؟ أخبرني. أستاذ ثعلوب، أنا حقاً بحاجة لمساعدتك في أمر ما. لا تقلق يا عزيزي، الأمر سهل ولا مشكلة بلا حل، اطمئن تماماً، فثعلوب هنا. أعلم ذلك أستاذ ثعلوب، أنا أثق بك دائماً. لنذهب إلى منزلي، سأقدم لك مشروباً ثم نجلس معاً وتحكي لي كل شيء عن مشكلتك. هيا. وافق السيد خنزوان وتوجه مع الأستاذ ثعلوب إلى المنزل. والآن اشرح لي الأمر. لقد حاولت زرع نبات ما في حديقتي مؤخراً، لكنه مات بعد فترة. هل تسقيه بالماء كل يوم؟ أجل، وبانتظام. حسناً، وماذا عن الضوء؟ هل تعرضه لأشعة الشمس؟ نعم بالتأكيد،
فأنا أزرعه في حديقتي. إذن سأذهب معك بنفسي لأرى ما هي المشكلة، انتظرني دقائق فقط. وفي الحال قام الأستاذ ثعلوب بتبديل ملابسه وأصبح مستعداً، ثم ركب كلاهما السيارة واتجها إلى منزل السيد خنزوان. أترى أستاذ ثعلوب؟ هذا هو النبات الذي أخبرتك عنه. صديقي الصغير، هذا النبات يسمى نبات اللبلاب، وهو نبات متسلق ذو طبيعة خاصة، يحتاج لشيء يتسلق عليه كي يطول وينمو. لبلاب؟ ظننت أنه مجرد نبات عادي. حسناً، يمكنك زراعته على سور الحديقة. قل لي، ألديك سلم؟ نعم، لدي واحداً، ها هو هناك. عظيم، تعال معي. ناولني المثقاب رجاءً. وبعد ثقب الثقوب ودق المسامير، علق الأستاذ ثعلوب نبات اللبلاب بطول سور الحديقة. والآن عندما ينمو اللبلاب يمكنك تعليقه حول هذا السلك الممتد. لقد فهمت، أشكرك أستاذ ثعلوب. على الرحب، حافظ عليها. بعد إنقاذ النبات ومساعدة صديقه، غادر الأستاذ ثعلوب سعيداً ومضى في طريقه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. صباح جميل، المفترض أن يكون الصقر زياد هنا الآن ليحضر لي الحلوى اللذيذة من الجانب الآخر للنهر، فأنا لا أستطيع عبور النهر بمفردي ولا أستطيع السباحة. يجب أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب، فهو سيساعدني بالطبع. من هنا؟ أنا هنا أستاذ ثعلوب. نمنومة صغيرة، أهلا، تفضلي. شكرا أستاذ ثعلوب. كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، أعلم أن مشكلتي تبدو صغيرة وأنك مشغول بشدة، ولكن أنا... لا تقلقي نمنومة، أيا كانت سنجد حلا لها. أخبريني، ماذا يضايقك؟ حلوى السكر. حلوى السكر؟ ما بها؟ لا شيء، أنا أحبها وأريد الحصول عليها، ولكن لا يمكنني الحصول عليها إلا من الجانب الآخر للنهر، وأنا لا أستطيع السباحة. إذن كيف حصلت عليها سابقاً؟ عن طريق أصدقائي، كانوا يعبرون النهر ويحضرونها لي من هناك، لكنني لا أريد انتظارهم كل مرة، أريد أن أحضر الحلوى بنفسي متى شئت. فهمت، إذن أنت بحاجة إلى طريقة لعبور النهر. نعم. تريدين تعلم السباحة؟ مستحيل، فأنا أخاف من الماء كثيراً، هو كابوس بالنسبة لي. هل من طريقة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بالطبع، دعيني أفكر. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر في حل، فنمنومة الصغيرة لا تريد أن تبتل، ففكر في بناء جسر تعبر عليه، وهو بالطبع ما تحتاج إليه. عزيزتي نمنومة، هل هو نهر عريض؟ عريض جداً أستاذ ثعلوب. ليس سهلاً، فلنذهب الآن. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الرائعة، حيث جلب صندوق أدواته وبعض الأخشاب، ثم وضعهم في سيارته الجيب الأنيقة، وانطلق برفقة الصغيرة نمنومة. صغيرتي نمنومة، إن عرضه ليس كبيراً. ولكنه كبير بالنسبة.
لأنك كبير جدا. أنت محقة، والآن بدأ العمل. وأخيرا انتهينا. أستاذ ثعلوب، هذا ما أردته تماما. أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب. علي أن أذهب لإحضار حلوى السكر، لطالما تمنيت ذلك. استمتعي بالحلوى يا نمنومة. بعد أن اطمأن الأستاذ ثعلوب لعبور نمنومة للنهر، قاد سيارته وعاد لبيته سعيداً بانتظار يوم جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة.